وجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في صنعاء. إذا ساكنة دائرة بوزكان ومدينة بوزكان بالتحديد يعني كانت اليوم على موعد مع حفل الافتتاح الرسمي لفعالية النسخة الخامسة للمهرجان الدولي ديال الأركان. هذا الحفل الذي عرف حضور يعني وفود أجنبية ويعني وفد يتضمن 156 شخصية يعني من مختلف المجالات. هذا الوفد يتضمن حضور يعني 12 سفير وأربع وزراء مغاربة. ثم بالنسبة يعني أهمية هذا حضور هذا الوفد هو يعني جلب استثمارات ويعني منافع كثيرة للمنطقة. ثم هذا الحفل يعني عرف افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي أشرفت عليه الغرفة الجهوي للصناعة التقليدية بشراكة مع جامعة الغرف الصناعة التقليدية. كذلك افتتاح معرض المنتوجات المجالية الذي تنظم المديرية الجهوية للفلاحة. ثم افتتاح كذلك يعني الفعاليات المسابقة الجهوية لفنون الطبوريضة.